يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أم كبيرة في السن وقد حجت منذ زمن بعيد، وتقول لا أعلم هل قبلت تلك الحجة أم لا، لأنها كانت في جهل وهي مريضة، فطلبت من أبنائها الحج في هذه السنة. قد انقسم أبناؤها إلى قسمين: قسم يرون عدم ذهابها لأنها كبيرة مريضة، وربما يقول لا يريدون ذلك لغلاء أسعار الحملات، وقسم وافقوا على حجها. سؤاله: ما توجيهكم لأبنائها وفقكم الله؟ نقول ما دامت حجت إنها أدت الواجب عليها، والشكوك والأوهام تتركها، الحمد لله، الشكوك والأوهام والوساوس تتركها. إن أرادت أن تحج نافلة فلا بأس، أما الحجة التي أدتها فهي صحيحة إن شاء الله. نعم.